أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع ارفع صوتك، مدير مدرسة في إب يتحول إلى صناعة المواقد ويهديها للنازحين. منظمة حقوقية تقول غالبية الأسر لم تعد قادرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها. شبكة أمريكية تتحدث عن أمهات المختطفين، النساء يتزعمن مهمة البحث عن الرجال المختطفين في اليمن. وأخيرا موقع الهاف بوست يتساءل لماذا لا يحتاج الرئيس الأمريكي إلى راتبه الشهري؟ أهلا بكم. هكذا ضاعفت الحرب أعداد المرضى النفسيين وحالات الاكتئاب في اليمن. هذا ما صدر عن الموقع بوست بشأن تحقيق خاص عن حالات المرضى النفسيين في اليمن. وقال الموقع لم تترك الحرب المستمرة في اليمن أحدا دون أثر بليغ في روحه أو جسده أو ماله، وقد يكون الموت أهون تلك الآثار. فضحايا الحرب في اليمن ليسوا أولئك الذين سقطوا ضحايا بين قتلى وجرحى، وليسوا أيضا أولئك الذين صاروا ضمن قوائم المشردين أو النازحين، بل إن هناك ضحايا آخرين ربما لم تتحدث عنهم الحرب حتى الآن، وهم أولئك الذين صاروا مصابين بصدمات نفسية بالغة، وما أكثرهم اليوم في اليمن. ووفقا للموقع فقد طال الأذى النفسي أغلب اليمنيين، وذلك بسبب الحرب المستمرة والاعتقال والقتل بقذيفة أو رصاصة طائشة، والخوف على أبنائهم من التجنيد الإجباري الذي فرضته ميليشيات الحوثي مؤخرا. وبحسب الطبيب النفسي عبد الله الشرعبي، فإن ما يعوق العلاج في اليمن للمرضى النفسانيين هو أن الناس لا يحبذون الخوض في تاريخ مرضهم النفسي بسبب ثقافة الخجل والعيب المترسخة في الذهنية اليمنية. تتعرض شوارع عدن لانتهاكات غير مسبوقة من قبل مسلحين يسطون على الأرصفة وعلى المقابر وعلى كل ما هو متاح. ووفقا لموقع عدن الغد، أعمال البسط تطال جزر الشوارع بعدن. نشر الموقع صورة توضح البناء وسط أحد شوارع مدينة إنما السكنية في عدن. يتابع الموقع، توسعت أعمال البسط مؤخرا بعدن وطالت المقابر والحدائق وأحواض الصرف الصحي. جوهر الإنسان، عبدة الموت وعشاق الحياة. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن شلقم مقاله في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء منه: حب الحياة هو أساس الوجود والتطور البشري وتعايش الناس في مجموعات بشرية متنوعة متعددة الأعراق والثقافات والسلوك. يقول فروم في كتابه جوهر الإنسان: يعد الميل للحفاظ على الحياة والقتال ضد الموت الشكل الأكثر أساسية، وهو شائع في كل المادة الحية. وبقدر ما هو ميل للحفاظ على الحياة وصراع ضد الموت، حب الحياة متجذر في تكوين البشر. البناء المتواصل الذي يشيده الإنسان كل يوم في جميع أنحاء العالم. العقول التي تفكر وتبحث وتقدم الاختراعات العلمية في الطب والفيزياء والكيمياء. المبدعون في الفن والأدب. الزواج بين الذكر والأنثى الذي يعطي قوة التكاثر للحياة البشرية. كل ذلك يؤكد أن حب الحياة هو القاعدة الأساسية السوية لجوهر الإنسان وسلوكه. بينما حب الموت وعبادة الفناء والعنف والتدمير نتوء في البنية النفسية الإنسانية، يفعل فعله أحياناً على المستوى الفردي، وقد يتجاوز ذلك إلى ساحات الجماعة. لكن الفرد هو القداحة النفسية المشوهة التي تشعل نار الخلل في الذات الشخصية، وتتسع دائرة تأثيرها في آخرين. يقول فروم إن الشخص ذا التوجه النيكروفيلي أو ما يعرف بعبادة الموت هو شخص منجذب نحو كل ما ليس حيا، كل ما هو ميت، الجثث، التحلل، ومفتون به. ويعد هتلر مثالا واضحا للنمط النيكروفيلي. لقد كان مفتونا بالتدمير، ورائحة الموت كانت عذبة بالنسبة إليه. وفي حين بدا في سنوات نجاحه أنه يريد فقط تدمير من اعتبرهم أعداءه، فقد بينت أيام غوتر داميرونغ في النهاية أن رضاه الأعمق هو في أن يشهد التدمير الكامل والكلي،
تدمير الشعب الألماني وتدمير من حوله وتدمير نفسه. وقد جاء في تقرير من الحرب العالمية الأولى، وإن لم يتم إثباته، أن جندياً رأى هتلر واقفاً في حالة نشوة، محدقاً في جثة متعفنة وغير راغب في الابتعاد عنها. قالت منظمة سياج لحماية الطفولة إن وضع التعليم في اليمن كارثي، وأنه في حال لم يتم تدارك هذا الخطر فإن كلمة كارثي ستكون قليلة جدا في وصف الوضع الأمني والتنموي لليمن والجزيرة العربية مستقبلا. وذكرت في بيان صحفي لها أن أكثر من 3 ملايين طفل فقدوا حقهم في التعليم والعدد مرشح للتزايد، وأن مئات المدارس تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي نتيجة القصف من السماء والأرض. وأشارت إلى أن الأطفال المحظوظين الذين لا يزالون يذهبون إلى المدارس وخاصة في المحافظات الشمالية والغربية والوسطى لا يتلقون أكثر من درسين في اليوم، مما أدى إلى إحباط شديد ويأس في نفوس غالبية الأطفال. ووفقا للمنظمة فإن غالبية الأسر لم تعد قادرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها، ما يتسبب في حدوث إغماءات ومضاعفات نقص التغذية واضطرار البعض إلى التغيب أو الهروب من المدرسة. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من شبوة. اللجنة الأمنية بشبوة تبلغ التحالف بممارسات النخبة وتضع مقترحات لتجنب أي احتكاك، وعنوان: روسيا تعترض على مشروع قرار أممي يدين إيران بشأن اليمن، وعنوان: مساع إيرانية حوثية لإجراء مفاوضات قبل سقوط المنفذ الوحيد الحديدة. ومن تعز: الجيش يؤمن قلعة لوزم ومقتل عشرات الحوثيين في مواجهات عنيفة شرق المدينة. غوطت دمشق غصة العالم. تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان مقاله المنشور في بلقيس، مضيفا: ما أشجع حكامنا على شعوبهم وأجبنهم أمام العدو. أسد علي وفي الحروب نعامة يحرق الغوطة كما أحرق حلب. الذي يحرق شعبه لا يستحق أن يحكمه، هذا هو حكمي ببساطة. وهذا ما قالته ميركل مستشارة ألمانيا. في الواقع هذا ما يقوله العالم كله. لا قيمة لحاكم يقف على جثة بلاده كي يقول للعالم: ما زلت موجودة. لم يقدم بشار مبادرة واحدة منذ 6 سنوات، لم يقدم فكرة تسوية سياسية، لم يشعر بالأسف يوما واحدا على قتل شعبه وتدمير بلاده. ما قيمة السلطة إذا شردت شعبك ودمرت بلدك لمجرد أن تبقى حاكمة؟ ما قيمتك أمام نفسك وشعبك والعالم؟ الرئيس الفرنسي ديغول الذي حرر فرنسا من الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية قدم استقالته بعد مظاهرات الطلبة في باريس سنة 1968. بعد بضعة أشهر من مظاهرات الطلبة وبعد استفتاء حول اللامركزية، قدم الرجل المحترم استقالته احتراماً لنفسه واعتزازاً بماضيه، وقبل ذلك حباً في فرنسا. لم يقل: أنا من حرركم وسأستمر في حكمكم أيها الفرنسيون. لم يورث ولده حكم فرنسا لأنه حررها. قدم يا بشار مبادرة تسوية سياسية. ما هي السلطة بلا الشعب؟ ألا يكفي أنك حكمت مع أبيك نصف قرن؟ كل رؤساء دول العالم اليوم يطلبون توقف القتال في غوطة دمشق، ووحدك يا بشار تصر على قتل شعبك وتدمير بلادك واقتحام الغوطة. في تقرير لموقع ارفع صوتك يتطرق إلى جانب من تعقيدات الحياة اليومية في اليمن، ويعنون الموقع: الفحم والطاقة الشمسية لمواجهة الحرب في اليمن. ويسرد الموقع قصة لأحد الأهالي: قبل أشهر انتهت أسطوانة الغاز في منزل محمد ثابت الأب لستة أبناء، ولم يجد من يقرضه مبلغ 1000 ريال لتعبئة الأسطوانة ببضع لترات من الغاز. لم أنم يومها إلا وقد أنجزت صناعة الموقد الذي طهينا به الطعام مباشرة في اليوم الثاني. قال الموقع:
علبة صغيرة من الجبس وطين وقطعة حديد مثقوبة من المنتصف، بالإضافة إلى مروحة صغيرة تعمل بالبطارية أو الطاقة الشمسية ولن تحتاج الغاز للطبخ بعد اليوم. يؤكد ثابت الذي عمل مديرا لمدرسة حكومية في محافظة إب لمدة 25 عاما وبات حاليا شبه عاطل عن العمل: استطعت الاستغناء تماما عن الغاز حاليا، وهناك 41 موقدا يحمل توقيع ثابت، كلفة الموقد الواحد لا تتجاوز 2000 ريال. وقال ثابت إن معظمها وزعت مجانا لفقراء ونازحين من الحرب ونساء أرامل. ويقول أحمد عبد المغني الموظف في منظمة إغاثة أو في منظمة إغاثية محلية بمدينة إب إن هذا الموقد من شأنه مساعدة كثير من الفقراء على الاستغناء عن غاز الطهو الذي أصبحت أسعاره تفوق قدراتهم الشرائية في ظل الظروف الحالية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولة الصحافة الدولية نطالع جانبا مما جاء في الصحافة الفرنسية، حيث عنونت صحيفة لاكروا الفرنسية في ترجمة خاصة بقناة بلقيس: مدينة زبيد التاريخية في اليمن في خطر. وتقول الصحيفة نقلا عن المدير السابق للبحوث في المركز الوطني للدراسات والبحوث الفرنسي بول بونانفانت الذي عاش عامين في مدينة زبيد التاريخية: إنها موطن لتراث رائع مهددة الآن جراء الحرب الأهلية التي تطرق بابها، بعد أن كانت زبيد إحدى منارات الإسلام وكانت تقارن بمدن مثل فاس أو دمشق. تضيف الصحيفة الفرنسية: في هذا الجزء من البلاد تكثف القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ بداية الحرب الأهلية. عند أبواب هذه المدينة المحصنة ينمو الصراع بشكل مباشر، ويهدد زبيد اللؤلؤة المعمارية المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1993. وتفيد الصحيفة الفرنسية أن المدينة تأسست في عام 819 من قبل محمد بن زياد، وكانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر قبل خمسة قرون. كانت زبيد التي تقع في قلب سهل غني وخصب جاذبة جدا للتجار. بين القرن الثالث عشر والخامس عشر بني فيها 14 مسجدا في عهد الرسوليين، وعرفت بوجود العديد من الباحثين الذين وصلوا إلى 5000 طالب. وفي التقرير أيضا يقول: لدينا اهتمامات خاصة حول اليمن بسبب الحرب الحالية، ونحن نرى هذا البلد الآن باعتباره ذيل السمكة في نهاية العالم، لكنه كان مركزا للحضارة. النساء يتزعمن مهمة البحث عن الرجال المختطفين في اليمن. وفقا لتقرير شبكة بلومبيرغ الأمريكية، سلط الضوء على الدور الذي تلعبه رابطة أمهات المختطفين في اليمن في البحث عن الرجال الذين لا يعرف مكان اختطافهم. وبحسب التقرير الذي ترجمه يمن مونيتور، فقد رن الخط الساخن بشكل دائم ويومي خلال الثلاثة الأسابيع الأولى تقريبا في ديسمبر الماضي في رابطة أمهات المختطفين في اليمن. وكانت الأسر اليمنية تبحث عن أقارب من الذكور اختطفهم الحوثيون بعد مقتل الرئيس اليمني السابق صالح. ويضيف الموقع: تدير الرابطة مجموعة من 20 امرأة، وتواجدنا لتقديم المساعدة في خضم التدمير الحاصل في البلاد، بينما يجري القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من التحالف. يتابع التقرير: لقد وجد أعضاء الرابطة من النساء دورا رئيسيا في البلد الذي دائما ما تغلق على النساء في أغلب
الأحيان. حدود الاختلاف، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفاً: إذا صح ما يقال إن الرتابة والنمطية والتشابه إفقار للحياة بعكس الاختلاف والتنوع اللذين يثريانهما، فإن قبول هذه المقولة يشترط تعريفا دقيقا للاختلاف والتفريق بينه وبين الخلاف. وهذا ما عبر عنه ذات يوم لورانس داريل بقوله: علينا أن نكون مع أفلاطون ضد أرسطو ومع أرسطو ضد أفلاطون لكي يستمر التاريخ. والمقصود بذلك هو المران على الاختلاف وتأهيل النفس لقبول الآخر والتعايش معه، بحيث يكون التكامل هو البديل الأسمى للتآكل والإقصاء المتبادل. لهذا ينتج الغلاة والمتطرفون أمثالهم ويلتقون رغم التناقض الظاهر في منتصف المسافة، لأنهم متشابهون رغم الاختلاف، وشعار كل طرف منهم هو الكل أو لا شيء. وغالبا ما ينتهون إلى ما انتهى إليه ذلك الغراب الذي جاع حتى الغروب ثم صاح آه على ذبابة. إن قبول الآخر المختلف يتطلب تسجينا حضاريا للأنانية وغريزة الاستحواذ، ولولا مراحل التمدن التي مر بها البشر لما بلغوا هذا الرشد الحضاري، لكن لكل اختلاف حدود ما إن يتخطاها حتى يصبح خلافا جذريا وتنعدم القواسم المشتركة وتنسد الآفاق. والمتخصصون في دراسة الأزمات وإدارتها يبدأون من بديهية تقول إن تدارك الأزمة خير من إدارتها والعمل على انفراجها، وهذا ليس متعذراً إذا توفرت النوايا الطيبة، وحين سعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من الحكماء لتدارك الأزمات قبل اندلاعها تحت عنوان الدبلوماسية الوقائية، نجحت إلى حد ما في تدارك أزمات والحد من تفاقم أزمات أخرى. لكن ما يهدد جدية وجدوى مثل هذه المبادرات هو مصالح الدول الكبرى ذات النفوذ في النطاق الدولي، لأنها تنحاز لطرف على حساب آخر إذا كان ذلك لصالحها. وخير سبيل لإبقاء الشعرة الدقيقة الفاصلة بين الخلاف والاختلاف هو التأهيل والمران على ثقافة التعايش. نشرت ديلي تيليغراف موضوعاً في قسمها الاقتصادي بعنوان: زيادة إنتاج النفط الصخري يعني أن الولايات المتحدة لن تعتمد أكثر من ذلك على النفط السعودي. قالت الصحيفة: النفط الصخري يعني استغناء الولايات المتحدة عن النفط السعودي. تقول الجريدة في التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن الاتفاق الأخير بين منظمة الدول المصدر للنفط أوبك وروسيا على تقليل حجم الإنتاج اليومي يعني زيادة سعر البرميل، وهو ما يؤدي إلى مواجهة أخيرة مع منتجي النفط الصخري. تضيف أن هذه الأنباء جيدة للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر اقتصاد كذلك، لكنها أنباء سيئة للمصدرين الكبار للنفط في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية. وبحسب الديلي تيليغراف، فإن السعودية تعتمد على الجيش الأمريكي في توفير الأمن لإنتاج وتصدير نفطها، حيث يتمركز الأسطول الأمريكي الخامس في مياه الخليج، وأنه من غير المرجح قريبا أن يغادر هذا الأسطول المنطقة بشكل مفاجئ، لكن حاليا بدأت جدوى بقائه تقل. وتوضح الجريدة أن الولايات المتحدة أصبحت لا تشعر بالضغط الكبير كما كان في السابق لتأمين مرور النفط السعودي من الخليج بهدف إيصاله إلى الأسواق الأمريكية بأقل تكلفة ممكنة لدفع عجلة الإنتاج، وأن واشنطن بدأ شغفها بموارد النفط في المنطقة المضطربة سياسيا يقل بسبب وصول حجم الإنتاج اليومي للنفط الصخري إلى 10 ملايين برميل يوميا. وقال دان بروليت مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة أن الولايات المتحدة تستعد لتصبح دولة مصدرة للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل من ذلك، كما أضاف أن بلاده تعمل على الاستغناء عن مصادر الطاقة غير المستقرة من الخارج. في أخبار الهاف بوست عربي، عنوان الرئيسي حول الرئيس الأمريكي: لا يحتاج لراتبه، بنوك ومؤسسات كبرى تدفع لترامب 175 مليون دولار سنويا
قيمة تأجير عقاراته. يقول الموقع: إذا كنت ستفكر على أي حال عليك بالتفكير على نطاق كبير. كان هذا هو شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عمله في مجال العقارات، الذي بدأه بالعمل مع والده وهو في العشرينيات من عمره، حتى استطاع أن يحقق أحلامه في بناء ناطحات السحاب والبنايات الكبرى والفنادق الفخمة ونوادي القمار وملاعب الجولف. ونشر موقع فوربس قائمة بأكثر من 10 مستأجرين يدفعون مبالغ مرتفعة لترامب مقابل استئجار عقارات. ويبدأ الموقع تقريره بالقول: لننسى الشركات العالمية وفندق دي سي، فإن أضمن طريقة لوضع المال في جيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي عبر أصول عقاراته الأساسية. يتابع: أكثر من 150 مستأجرا من حكومات أجنبية إلى مصارف كبيرة يدفعون له نحو 175 مليون دولار سنويا. وقالت المجلة العالمية إنه بعد عدة أشهر من البحث ألقيت نظرة على قائمة من يدفعون الإيجار للرئيس الأمريكي وكم مليون يجني من هذا الدفع. كما أوضحت أن بناء مثل هذه القائمة يتطلب الاتصال بمئات الكيانات بما في ذلك منظمة ترامب والبيت الأبيض. جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان، حيث تظهر الصور مباهج الحياة وأحزانها وتجسد مدى التناقض الموجود يوميا على وجه هذا الكوكب. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.